السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة من جديد. مرحبا بكم في نهار جديد وفيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا مع بعضياتنا زعزع بلدي. اي اختي غادي نحضروا زعزع بلدي في الدار. يلا اختي باش نشوفوا هاد المكونات ديال زعزع بلدي، يلا ندخلوا الكوزينه. فبالنسبه للمقادير، اول حاجه غنديرها هي غنسلق ابلي. فبالنسبه للابلي فهذا غير كيتسلق لينا، فبالنسبه لي انا خديت كاس ديال ابلي ودرته مع الماء وحطيته فوق البوطه يتسلق. وكذلك غنسلق الروز. بالنسبه للروز فاختياري، اللي بغى يسلقو يسلقو، اللي ما بغاش فهانيه ما يسلقوش. وهنا غنوجد الكيسان اللي غندير فيهم زعزع البلدي، وغادي نوجد حتى الفواكه اللي غنديرهم في هاد زعزع البلدي. وعلى بال ما يتسلق ليا ايبلي، فهنا خديت فواكه. بالنسبه لي انا خديت كيوي وخديت البنان والتفاح. وهي اي نوع ديال الفواكه عندكم يمكن لكم ديروه، واخا يكون عندكم غير بنان فديروه. فبالنسبه لي انا فخديت البنان وبديت كنقطعو في الشبيبنات ديالي، فبديت نقطعو دوائر. من بعد ما قطعت البنان فغنبدا نقطع في كيوي. بالنسبه للكيوي فبديت كنقطعو انصاف وكنقطعو رقيق. في كل كاس كنقطع واحد الكميه ديال الكيوي. وكذلك هنا نقيت واحد التفاحه وكذلك حتى هي بديت كنقطع فيها. بالنسبه للتقطيع اي شكل بغيتو تقطعو قطعو. بعد ما قطعت التفاح ديالي ووزعته في الكؤوس مع الفواكه الاخرى، فهنا لقيت ابلي تسلق صفيته وبديت كنوزع حتى هو في دوك الكؤوس. بالنسبه للابلي فكندير حساب معلقه حتى المعلقه ونص. هانتوما كنبدا نوزع في الكؤوس اللي غنديروا فيهم زعزع بلدي. ومن بعد ما وزعت ابلي فهذه غتبقى خطوه اختياريه. بالنسبه للروز اللي بغى يضيفو يمكن لي يضيفو، واللي ما بغاش فيستغنى عليه. بالنسبه لي انا سلقت الروز وبديت كندير حساب معلقه كنوزعها في الكؤوس اللي غنحضر فيهم هاد الزعزع. كما قلت لكم كتبقى خطوه اختياريه. كذلك يمكن لكم تضيفو حتى ايلان، انا ما كانش عندي فما ضفتوش. بالنسبه للايلان فتا هو كنسلقو كنضيفو في هاد الكؤوس، كما قلت لكم انا ما كانش عندي فما ضفتوش. وهنا غادي نبدا نضيف في الفواكه الجافه. بالنسبه لي انا فكان عندي العنب واللوز والكركاع والتمر وكذلك الشوكولاط. بالنسبه للتمر خاصو يكون بعدد فردي. هنا غنبدا نوزع في الكؤوس، غنبدا نوزع فيهم اللوز اللي قطعت. فكل كاس كندير واحد الكميه قليله ديال اللوز، ومن بعد كنضيف الكركاع. يمكن لكم كذلك ديروا حتى المشماش تقطعوه حتى هو وتضيفوه. مهم هاد زعزع بلدي، فاللي موجود عندكم في الدار حضروه به، واخا غير التمر بوحدو فراه كيجي مزيان. هنا بديت كنضيف في القطع ديال الشوكولات. الا كان عندكم شوكولات كوكيز ضيفو، بالنسبه لي انا قطعت غير الشوكولات. وكذلك هنا بديت كنضيف العنب. فبالنسبه للعنب اللي بغى يرطبو يمكن ليه يرطبو، فانا غير غسلته وضفته. وهذا هو الريب، الا بغيتو يمكن لي ندير لكم فيديو عليه. بالنسبه للريب فالريب منزلي، كذلك كيتباع الريب عند المحلات يمكن لكم تشروه. فبالنسبه لي انا كنحضرو غير في المنزل. بديت كنكبو في الكيسان، شو في الكؤوس اللي عندي. فبديت كنكب الريب وبالنسبه للكؤوس اللي كنضيف لهم الرايب وكيهبط لهم الرايب لتحت كنعاود نضيف لهم الرايب. ومن بعد كنضيف واحد المعلقه صغيره ديال الابلي من فوق الرايب، حتى هي كنضيفها لهذوك الكؤوس اللي كنحضروا فيهم دابا الزعزع. ومن بعد كناخد واحد البنانه وكنقطعها حتى هي دوائر وكنضيفها لهذوك الجبيبنات ديالنا.
وكنضيف الرقائق ديال الكونفليكس او رقائق الطره، كل واحد شنو كيسميهم، واحد الكميه كنضيفها في كل كاس. من بعد كنبدا نوزع في التمر حتى هو اللي قطعته، فكنبدا نوزع. اللي ما كيبغيش التمر فيمكن ليه يستغنى على التمر، فبالنسبه لي انا فالتمر مهم للاطفال، فهداك الشيء كنضيف انا التمر. ومن بعد التمر فكنبدا نوزع كذلك فواكه جافه، فبالنسبه لي انا غنبدا نوزع في الكركاع. فبالنسبه للكركاع فرحنا مقطعينه شو، وغادي نبدا نوزع في اللوز اللي هو مقطع، وغادي نبدا نوزع كذلك في العنب. الا عندكم حتى المشمش كذلك يمكن لكم تقطعوه وتضيفوه، فاي نوع ديال الفواكه عندكم فواكه جافه يمكن لكم تضيفوها. بالنسبه لي انا درت اللي موجود عندي في الدار، وهنا غنبدا نضيف في القطع ديال الشوكولات. فبالنسبه للشوكولات فراه كيحماقوا عليه الوليدات الصغار. وهنا خديت الشوفان اللي حمرته شويه وتا هو ضفته في الكؤوس. بالنسبه للناس اللي بغاو يضيفوا الشوفان في الطبقه الاولى اللي ضفنا ايبلي يمكن لهم يضيفوه، فانا ضفته غير من الفوق، هذاك الشيء علاش. كما قلت لكم اللي بغى يضيفه فيمكن ليه يضيفه، وانا حمرته، فمن الاحسن انكم تحمروا احسن ما كديروا خضر. وهنا هذا واحد النوع ديال السيكار خديته نقطعه من النص وغنضيفه الكؤوس كتزيين. بالنسبه للتزيين فراه كيبقى اختياري. كذلك ضفت بيمو ديال ايو او لا اوريو، اي نوع ديال بيمو او لا بيسكوي عندكم يمكن لكم تضيفوه. وكذلك هنا ضفت سويتيز. بالنسبه للتزيين فكيبقى اختياري، اي نوع ديال الفواكه جافه عندكم يمكن لكم تضيفوها، كذلك اي نوع ديال الفواكه بحال كيوي بنان اي نوع، واخا يكون غير نوع واحد كذلك ضيفوا وحطروا هاد الزعزع بلدي في داركم، وكذلك فرحوا وليداتكم وفرحوا حتى نتوما. بالنسبه للتزيين كما قلت لكم فكيبقى اختياري باللي موجود عندنا في الدار، فانا هادشي كان موجود عندي في الدار هو اللي حضرت به هاد الزعزع بلدي. كنتمنى الفيديو ديالنا يكون نال اعجابكم، الى عجبكم بطبيعة الحال ما تنسوش تبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء. دمتم في رعاية الله، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.